اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة مونتاج الفيديو على برنامج دافنشي ريزولف. في هذه المحاضرة راح نتناول موضوع مهم جدا وكثير الاستخدام في الاعلانات وفي مونتاج الفيديو بشكل كامل. طبعا راح نتناول موضوع السلو موشن او الحركات البطيئة والسريعة. جيد، طبعا نجي الى كنترول اي، مثلا راح نضيف هذا الفيديو، مثلا نجي الى Don't change. مثلا عندنا هذا الفيديو راح نضيفه بهذه المنطقة، راح نشغله. إذا لاحظ أنه الماي راح ينزل بهذه الطريقة. طيب، طبعا هذا الفيديو حتى نسرعه أو نبطئه عندنا عدة طرق. عندنا إحدى الطرق اللي شرحناها سابقا هي نضغط كليك أيمن ومن ثم نختار change clip speed. طبعا عندنا هذه النسبة، هذه النسبة إذا زيدنا القيمة فوق 100 راح يكون عندنا الفيديو سريع جدا. مثل ما نلاحظ تشينج، نشوف الفيديو، الان جينا نشغل نشوف راح ينزل بشكل سريع. طيب لو اجينا كليك ايمن وتشينج كليب سبيد وهاي القيمه قللناها، اقلل 100 مثلا 30، اذا لاحظ طبعا الحجم ممكن نزيده، ونجي طبعا هنا إذا نلاحظ أنه راح يكون بطيء جدا. طيب طبعا هذه إحدى الطرق في حال لو أردنا تسريع وتبطيء جزء من الفيديو وليس كل الفيديو. أنا هذه الطريقة طبعا تسرع الفيديو بالكامل. طيب جزء من الفيديو لابد أنه قطعة، شلون نحدد الفيديو؟ طبعا بإمكاننا نتخلص من الصوت، طبعا يا أما نضغط بشكل مباشر من هنا في حال لو كان عندي عدم مربوط، يعني في حال لو ما كان عندي مربوط، في حال لو كان مربوط نضغط كليك أيمن، وطبعا نحدد هنا كليك أيمن ولينك كليب، نتخلص من عندها راح يصير عندي عدم مربوط، وأضغط على باك سبيس وليس ديليت. طيب في حال لو أردت أبطئ هذا الجزء من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة، أحدد هذا الجزء وأضغط على كنترول بي أو أجي إلى الموس واختار بهذه المنطقة هذا الشكل. صار عندي الآن أرجع إلى علامة الماوس، عندي هذا الجزء حبيت أنه أسرعه مثلا أو أبطئه، أضغط هنا كليك أيمن واختار change clip speed، مثلا راح أسرع هذا الفيديو وبعدها change. جيد، الآن نجي نلاحظ أنه راح يكون عندي هذا الجزء سريع، يعني مثل ما نلاحظ هنا بطيء، هنا راح يكون أسرع. جيد، طيب هذه طبعا الطريقة بدائية جدا وغير يعني مجدية، راح نتعلم طريقة أخرى أكثر احترافية اللي هي بدون أن نلجأ إلى التقطيع. طبعا نحدد هذا الفيديو ونضغط كليك أيمن ونجي نختار Retime Control، هذا الخيار نختاره راح يظهر لنا الفيديو بهذه الطريقة. طيب مثلا حبيت أني أكون التقطيع من هذه المنطقة، أجي أضغط على هذا السهم واختار Add Speed Point، ومثلا يكون بهذه المنطقة ينتهي التسريع، أجي أضغط هنا كليك أيمن وأختار Add Speed Point. إذا ألاحظ أنه صار عندي جزئين، هذا الجزء وهذا الجزء، أو يعني خطين. طبعا إذا أجي هنا من الأسفل أحرك راح يكون عندي أتحكم بحجم الجزء اللي أريد أسرعه وأبطئه. طبعا في حال لو أجيت حركتي من الأعلى راح أتحكم بالسرعة، يعني إذا أجي هنا راح يكون سريع وهنا راح يكون بطيء. إذا ألاحظ أنه هاي الأسهم كل ما تكون بعيدة كل ما يكون الفيديو بطيء، كل ما تكون قريبة كل ما يكون الفيديو سريع، يعني إذا أجي هنا أضغط من هنا راح أقدر أسرع وأبطئ، من هنا أتحكم بالمساحة اللي أريد أسرعها وأبطئها. جيد، فمثلا هذه المنطقة راح تكون هي سريعة جدا، نجرب مثل ما نلاحظ هنا هذا الجزء صار سريع مثل ما نلاحظ. طبعا بإمكاننا أنه نزيد المساحة، مثلا تكون بهذه المنطقة مثلا، إذا لاحظ هذه المنطقة صارت سريعة. وطبعا أيضا نقدر بالعكس، نقدر نقلل طبعا من المساحة وراح نخليها بطيئة بهذا الشكل، إذا لاحظ هنا راح يكون بطيئة. طبعا إذا أجي هنا عندي نسبة، هذه النسبة اللي هي 51، أقدر أضغط على هذا السهم، يعني أجي هنا أضغط على السهم و change speed، أقدر أختار نسب أيضا، مثلا هذه 25 أخليها، وطبعا هذه ممكن أجي هنا أضغط change speed
وأخليها مثلاً 75. إذا لاحظ أنه راح يكون هذه 75 بطيئة، أبطأ ب 25% من الأصل، وهذه 25 راح تكون أبطأ بتقريباً 75% من الأصل، ومن ثم طبعاً راح يرجع 100% بهذه المنطقة. إذا لاحظ أنه بهذه المنطقة، إذا لاحظ أنه راح يكون عندي، راح يرجع الفيديو سريع. طبعاً عرفنا شلون نسرع ونبطئ الفيديو. عملية التبطيء والتسريع للمشاهد بأوقات معينة وخصوصاً مع الموسيقى تنطي انطباع نفسي وتنطي شد وإثارة الانتباه بشكل أكثر مما تكون بنفس سرعتها. إذا تلاحظون أنه راح نضيف مجموعة فيديوهات، وهذه الفيديوهات راح ننطيها تبطيء وتسريع، يعني في بعض الأماكن راح تكون بطيئة وفي بعض الأماكن راح تكون سريعة، راح نتحكم بالزمن الخاص بها، وأيضا راح نضيف لها موسيقى وراح نشوف مدى التأثير والتناغم عملية التبطيء والتسريع مع الموسيقى حتى تعطينا فيديو جميل. طيب طبعا بإمكاني أن نحذف كل هذه الأمور، Remove، أضغط على Ctrl I، وطبعا راح أضيف هذه الفيديوهات كلها، أجي أضغط على Open، ومن ثم Don't Change. ممتاز. راح أضيف موسيقى، طبعا عندي هذه موسيقى راح أضيفها، ممتاز. الآن راح أضيف هذا الفيديو، مثلا فيديو النار، طبعا بإمكاني أنه أضغط دبل كليك وأضيف فقط فيديو هذا الشكل. إذا لاحظ النار كلش سريعة، يعني ما تعطيني إثارة مثل ما لاحظ. طبعا نقدر هنا نكليك أيمن، وطبعا نقدر نختار اللي هو Retime Controls، وطبعا نجي نضغط بهذه المنطقة وتشينج، ممكن نخليه 25 مثلا، نشوف ممكن 25 قليل، ممكن يكون 50. ممتاز. ممكن هنا بداية الموجة العالية، ممكن نضيف فيديو آخر، ممكن نضيف ممكن هذا يكون، طبعا ايضا بامكان ان نضغط دبل كليك ونضيف فقط الفيديو بهذا الشكل. ممتاز. ممتاز. طبعا نقدر ايضا نتحكم بالفيديو، طبعا بإمكاننا أيضا نقطع هذا الجزء، يعني هذا الفيديو الأصلي اللي هو فيديو النار، ممكن نضغط على Ctrl B ونحذف هذا الجزء من خلال الباك سبيس، طبعا هذا الجزء ممكن ينزل بهذه الطريقة. أيضا بإمكاننا ممكن هنا نجي إلى Change Clip Speed، ممكن راح نبطئه بنسبة 50% مثلا، ومن ثم Change. شاهد، إذا لاحظ أن عملية التبطيء تبطي إثارة. أيضا طبعا نقدر نعمل عملية ريفيرس، رجوع، يعني ممكن رجوع أيضا تعطينا إثارة، ممكن بهذه المنطقة، بمنطقة المؤثر الصوتي. طبعا إن شاء الله راح نشرح محاضرة كاملة على المؤثرات الصوتية، ولكن مقدما فقط نحب ننوه دائما تكون تغييرات الانتقالات دائما نخليها ويا المؤثرات الصوتية، يعني ويا تغير الصوت، يعني مثل ما نلاحظ هنا بهذه المنطقة راح يكون عندي مؤثر صوتي يكون شد أكثر، فراح نقطع هذا الفيديو Ctrl B وراح أحذفه Delete. هذا الفيديو نفسه راح أخذ Ctrl C وراح أضيفه Ctrl V، طبعا راح ينضاف، وراح أعكس الحركة. طيب كيف أعكس الحركة؟ أضغط هنا كليك أيمن وأجي إلى Change Clip Speed وفقط أختار Reverse، فقط عندما أضيف علامة صح راح يكون عندي هنا ناقص، أي إنه صار عندي الحركة معكوسة. إذا لاحظ هنا تأثير كل جميل ويشد الانتباه.
ممتاز. هذه المنطقة طبعا نقطع الصوت، يعني ممكن بهذه المنطقة نضغط على الصوت وكنترول بي ونحذف هذا الجزء، نكتفي بهذا الجزء. جيد، الآن راح نجي نضيف الفيديوهات. مثلا ممكن نضيف هذا الفيديو، طبعا أيضا بإمكاني نضغط دبل كليك ونضيف فقط الفيديو، وطبعا أيضا بإمكاني أن نبطئ الفيديو، ممكن أيضا 50 أو ممكن 25 أو 27 بهذا الشكل. طبعا أيضا بإمكاننا أنه يعني نقتص من عنده جزء بهذا الشكل. ممكن نكتفي بهذه المنطقة. أيضا بإمكاننا أن نضيف هذا الفيديو، طبعا أيضا نضغط دبل كليك ونضيف فقط الفيديو. إذا لاحظت ممكن هذا الفيديو مبطئ يكون هواي جميل، نضغط كليك أيمن و change clip speed راح نبطئه، مثلا ممكن يكون 25، مثلا ممكن بهذا الشكل. ممكن نكتفي بهذه المنطقة، طبعا control، طبعا ممكن control B ونحذف هذا الجزء. ممكن هذا الجزء اللي بقيناه ناخذه كنترول سي كنترول في ونعكس الحركة. ممكن المي، ممكن طبعا الحليب يصعد الى الاعلى، نختار تشينج كليب سبيد ونختار ريفيرس حتى نعكس. اذا لاحظ شنو عكسنا، انطباع جميل. ممكن نضيف مثلا، ممكن نضيف هذا الفيديو بهذا الشكل. ممكن شوية نسرعه أو ممكن نبطئه، ممكن نسرع نجرب، ممكن يكون بهذا الشكل. ممكن بهذه المنطقة نضغط على كنترول بي، نحدد هذا الجزء وباك سبيس، ممكن نضيف هذه النار، ممكن، وطبعا ممكن ايضا نضيفها بشكل مباشر، نضغط دبل كليك ونضيف فقط النار، وطبعا ممكن نسرعها تشينج كليب سبيد، ممكن نسرعها تكون اجمل الشكل. ممكن نضيف الآن هذا الفيديو، أو ممكن نشوف شنو عندنا، ممكن تبقى عندنا هذا الفيديو ممكن، وهذا طبعا ممكن نسرعه
change. ممكن نختار فد شيء بسيط وطبعا نضيف هذا المشهد. يمكن نضيفه بهذه المنطقة black space. ممكن بهذه المنطقة راح نقطع كنترول أو ممكن بالمنطقة نضغط على كنترول بي. هذا الجزء راح نسرعه طبعا حتى يكون بشكل يعني دقيق. نضغط كليك أيمن ونختار ريتايم كنترولز وطبعا نجي بهذه المنطقة راح نضيف يعني ممكن نخلي المؤشر بهذه المنطقة. ممكن نكبر بهذا الشكل وطبعا كليك أيمن Add Speed وأيضا هنا كليك أيمن أو مباشرة Add Speed. ممكن هذا الجزء يكون بالنهاية وهذا الجزء يكون بالبداية بهذا الشكل. وطبعا ممكن نتحكم بالسرعة ممكن بهذا الوقت. نشوف شنو راح يصير عندنا. نصغر ممكن هذا الجزء ناخذه كوبي كنترول سي كنترول في وطبعا راح نعكسه. ممكن نجرب ريفيرس شوف شنو اللي راح يصير. طبعا نشوف هذا الفيديو شنو المشكلة البين. طبعا نضغط هنا كليك أيمن وطبعا نختار change clip speed reverse change وطبعا replace. نشوف طبعا ايضا لا بأس ممكن انه نقطع بهذه المنطقة. جيد الآن جيد. بإمكاننا أن نشاهد الفيديو بشكل عام كله من البداية أو بإمكاننا نحفظه تكون أفضل. نجي إلى فايل وطبعا Quick Export ومثلا ممكن نسميه Slow Motion. Save. جيد الآن راح نشوف الفيديو. جيد طبعا فيديو جميل وأنيق ولا لاحظ أن السلو موشن يعطينا انطباع قوي جدا ويزيد من عملية التفاعل بين المشاهد والفيديو. نتمنى أن تكون محاضرة حلوة وسهلة ومفيدة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.